الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك، والخير كل الخير في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. أما بعد، إخواني وأحبابي وأصدقائي في الله، إني أحبكم في الله. الله، أنتم رومانسيين جدا. ياض، بقول لك بحبك في الله، تقول لي أحبك الله الذي أحبتني فيه، وتقوم كده إيه يعني دمعتين كده من كتر التأثر نازلين منك، ولا كده يعني خلي فيه إيه يعني، يبقى في أكشن كده. إني أحبكم في الله، إخواني وأحبابي في الله، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم، بالذات بعد مسابقة التفسير، بعد ما بفضل ومنة الله الواحد حس إن فعلا في ناس فضل الله يعني كتير وسطنا، إخوة وأخوات بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى. ما ينفعش إن إحنا نستقل يعني الخير اللي ربنا سبحانه وتعالى ممكن يجيبه على ايديهم، فانا حسيت ان انا يعني ارتبطت بكم اكتر. عموما يا اخواني في الله، موضوع النهارده لا يحتاج الى مقدمات، ومش هنقدر ندخل في مقدمات. النهارده مش هنتكلم عن الخشوع في الصلاه، النهارده مش هنتواصل ومش هنكمل السلسله بتاعتنا، لان انا النهارده انتابني احساس شديد بالخجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت انا ازاي هقدر احط وشي في وش النبي عليه الصلاه والسلام، على حوض النبي عليه الصلاه والسلام. يعني يا اخوانا، احيانا الواحد يعني يحس ان في واحد مش هيقدر يحط وشه في وش واحد جوه الجنه، جوه الجنه نفسها. يعني هنحط وشنا في وش النبي عليه الصلاه والسلام ازاي جوه الجنه نفسها؟ ازاي هتقول يا رب خليني معاه في الجنه؟ ازاي هتقول يا رب اسقيني من يده شرب على الحوض؟ ازاي يا اخوانا؟ احنا حسبناها ازاي؟ كيف حسبناها والنبي صلى الله عليه وسلم يشتم، والنبي صلى الله عليه وسلم مئات الجرائد الكافرة على مستوى العالم بتكيد المسلمين وبتغيظ المسلمين بأنها تنشر رسوم مسيئة للنبي عليه الصلاة والسلام؟ حبيب الله يشتم ونحن أحياء؟ ده يا جماعة ما ينفعش ان احنا يعني نتصور بعدها ان احنا نقابل النبي عليه الصلاة والسلام كده ونقول له اشفع لنا يا رسول الله. ازاي يا اخواني في الله؟ المرة الاولانية اللي أسيء للنبي عليه الصلاة والسلام فيها أيام الجريدة الدنماركية، في المرة الأولانية يا أخوانا كان الموضوع يجيب ذبحة صدرية. في نفس الفترة كانت مصر بتلعب الكاميرون، ومصر كسبت الكاميرون وقامت احتفالات هادرة بانتصار مصر على الكاميرون. بعدها بيومين بالظبط من شتم النبي عليه الصلاة والسلام ورسم الرسوم المسيئة للنبي عليه الصلاة والسلام في الجريدة الدنماركية، بعدها بيومين جات مغنية غير مسلمة وعملت في استاد كبير في مصر حفلة غنائية احتفال بانتصار مصر على الكاميرون. بعدها فترة بسيطة اي منتج دنماركي كنت تلاقيه من اقصى الامة الاسلامية الى اقصاها تلاقيه موجود في كل السوبر ماركتات عادي، اي منتج دنماركي بعد ما قالوا قاطعوهم ومش قاطعوهم. انا عايز اقول لكم، رغم ان كان الوضع يحرق الدم وقتها، الا ان كان في نفس. كانت البرامج بتقول لو ملكة الدنمارك تعتذر، كانت البرامج والجرائد بتاعتنا بتقول لو الاتحاد الاوروبي بس يتأسف، كان عندنا في صوت، في حد بيتكلم، في حد بينطق، حتى لو كان بينطق لأي مقصد هناك من ينطق. أما الآن بعد ما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في اليومين اللي فاتوا دول مئات الجرائد على مستوى العالم بتأكيد المسلمين، كأنها بتطلع للمسلمين لسانها يعني وبتقول لهم أعلى ما في خلقه اركبوه، يعني تنشر الرسوم المسيئة للنبي عليه الصلاة والسلام. القضية إن مفيش حد بيتكلم يا جماعة، إحنا بنسمع كلام إن الفكر المقدس لازم يتغير والنصوص المقدسة لازم تتعمل مش عارف فيها إيه، وبنسمع كلام غريب. ما سمعناش حد قال محمد بن عبد الله إزاي اتشتم، ما سمعناش حد بيدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما سمعناش حد بيتكلم عن رمز الإسلام، عن رأس الإسلام محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. عشان كده الواحد مكسوف من النبي عليه الصلاة والسلام. ولا أملك إلا إن أدافع عن نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أملك إلا إن، يعني ربنا قال سبحانه وتعالى تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ما هوش قادر، ولكن كانت دموعه يعني أعذار إلى الله عن عجزه، إنه ما هوش قادر ينصر الدين في الفترة دي. إذا كنا مش قادرين نعمل حاجة للنبي عليه الصلاة والسلام،
والسلام، فقد تعبر الدموع، قد يعبر أن ننصر النبي صلى الله عليه وسلم بأقصى ما نستطيع. النهاردة عايزين نتكلم عن سيهلك الساخرون وسيبقى محمد صلى الله عليه وسلم، سيهلك الساخرون وسيبقى محمد صلى الله عليه وسلم. إخواني وأحبابي في الله، لو قائد جيش، الجيش ده فيه مليون ولا 100 مليون، وجيه 20 واحد أم هاجمين على قائد الجيش وقعدوا يعني يضربوا فيه ويجرحوا فيه ويعوروا فيه وبعد كده مشهم، هيبقى ده مش عيب في وش قائد الجيش، ده عيب في المليون اللي وراه، لأن دول لو كانوا جنود ما كانوا سابوا القائد بتاعهم يؤذى، ما كانوش سابوا القائد بتاعهم يعتدى عليه. عايز اقول ما تنسوش ان اللي بيحصل مع النبي عليه الصلاة والسلام ده مش شتم للنبي، ده شتم لينا احنا، ده مش اهانة لحبيب الله عليه الصلاة والسلام، ده اهانة لينا احنا، الشتم حقيقة لينا. لو كنا احنا غير كده ما كانوش جرؤوا انهم يعتدوا على النبي عليه الصلاة والسلام، ما كانوش جرؤوا انهم يتكلموا عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن انا عايز اقول لهم برضو، اللي بيشتموا في النبي عليه الصلاة والسلام برا واللي بيشتموا في سنة النبي في التوك شو عندنا جوه، انا عايز اقول لهم اوعوا تنسوا ان في فرق بين الاسلام والمسلمين. مش معنى ان المسلمين ضعفاء ان الاسلام ضعيف، المسلمين ممكن يضعفهم، ولكن الاسلام الذي يتولاه الله واللي بيرد عن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام هو ربنا سبحانه وتعالى. اوعوا تنسوا ده. وعايز اكلم كل مسؤول، كل مسؤول في هذه البلد وفي هذه الامة، اقول له لو كان رئيس الدولة هو اللي اتشتم ما كانش حد سكت وكانت الدنيا قامت، لو كان رئيس الدولة هو اللي نزل صور ليه مسيئة في الاعلام الغربي ما كانش حد سكت، لو كان المنتخب القومي بتاعنا هو اللي اتشتم برا ما كانتش الدولة كلها سكتت، لما ممثلة يعني اشتهرت بالفساد اتشتمت الدنيا كلها اتقلبت عشانها، ولما حبيب الله رمز الاسلام كله يشتم حدش يتكلم ولا حد نطق ولا حد دافع عن حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. فبأي وجه سنلقى الرسول على الحوض؟ وبأي وجه سنقول يا رب نسألك صحبته في الفردوس الأعلى؟ وبأي وجه سنطلب منه الشفاعة بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ القضية هي قضية قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، لا تخونوا الله والرسول. إذا كان شتم النبي عليه الصلاة والسلام والاعتداء على كرامة الأمة بشتم رمزها محمد عليه الصلاة والسلام، إذا كان ده ما هوش خيانة للرسول، أمال إيه الخيانة للرسول؟ أمال إيه اللي يتسمى خيانة بعد كده يا جماعة؟ أمال إيه اللي يتسمى خيانة لما يعني أب يدخل على ابنه يقول له الواد بيعيط مالك يا ابني حصل مصيبة يا بابا؟ إيه يا ابني في إيه؟ أمك حصل لها حاجة؟ لا 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 لا. أمال يا ابني أختك حصل لها حاجة؟ سقطت يا ابني؟ لا. أمال إيه؟ المنتخب القومي يا بابا، المنتخب القومي اتغلب، المنتخب القومي ما دخلش تصفية كأس العالم. هو ده الحال بتاعنا الوقت يا جماعة، إن يعني قضية تمس لعيب كورة يتشتم بره يقول لك كرامة مصر واعتبار مصر وكرامة الأمة وكرامة الخليج وكرامة أي دولة من الدول، ولكن حينما يشتم نبي الله صلى الله عليه وسلم كأن هذا حدث لم يتطرق إليه إعلام ولا جريدة ولا كأنه حدث يستاهل إن احنا نتكلم عنه أصلا أو إن احنا نتداوله أصلا. إخواني وأحبابي في الله، يعني عايزين نتكلم عن يعني ليه جريدة تشتم النبي عليه الصلاة والسلام، وعايزين نتكلم عن ليه هي كانت جريدة واحدة، هم بقوا مئات الجرايد ليه، هو العالم كله قاعد يوجب مع بعضه في القضية دي بالذات ليه؟ لما شفت المظاهرة اللي قادت 40 دولة من دول العالم عاملينها عشان النبي عليه الصلاة والسلام، يعني من حرية الرأي ان يتشتم محمد بن عبد الله، في دول يعني بتاخد منهم الاسلحة النووية وما بيتكلموش، وفي انهيارات اقتصادية عندهم وما بيتظاهروش، وفي مصايب بتهدد بحروب عالمية وما بيتكلموش، قضية شتم محمد بن عبد الله هي اللي وقفت في زورهم، هي اللي وقفت في، عشان نعرف يا اخواني في الله مدى الحقد الذي يكنه اهل الكفر على نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. ليه مئات الجرايد بالمنظر ده في العالم تتواصل مع بعضها لهذا الفعل؟ عارفين ليه؟ اول حاجة لان ده فكرة اهل الباطل من يومهم. ازاي؟ فكرهم كان ليلة الهجرة نأتي من كل قبيلة برجل فنقوم ضربين محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام قتلينه فيتفرق دمه بين القبائل، وده الفكر من يومهم والى الان ده الفكر، يتفرق دمه بين الجرائد، يتفرق دمه بين وسائل الاعلام في العالم كله، فالمسلمين لا يملكوا غير ان هم ايه؟ خلاص يعني يقبلوا باي حاجة بقى، انما ده الفكر بتاعهم، انما الفكر بتاعنا احنا ايه؟ ازاي الموضوع ده يحصل؟ السبب مش هم، اصل هم كفره
صدمة النبي عليه الصلاة والسلام في من خذلوه أشد من صدمة النبي عليه الصلاة والسلام في من شتموه. أصل اللي شتموا النبي عليه الصلاة والسلام كفر. إيه يعني إن كافر؟ ما هو كافر أصلا إذا كان بيسب الله، إذا كان بيسبوا في أديانهم. هم عارفين هم مين ولا رايحين فين، أو مشعرهم في الحقيقة جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت. هم عارفين، ولكن لما النبي يشتم من أهل الكفر هم كفر، ولكن لما النبي يخذل من أهل الدين، لما النبي يخذل من أهل الإيمان، لما قضية كيان السنة وقيمة السنة، أصل قضية النبي عليه الصلاة والسلام في المجتمع هي قضية السنة. اللي كان محروق قلبهم إن ورقة هل صليت عليه اليوم تنتشر، هو مش قضيته الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، قضيته إن دي هتفوق الناس لقيمة السنة، وهو هيموت عشان السنة دي تتوارى، عشان السنة دي تتطفى، عشان الناس ما عادتش تقول كلمة سنة. عشان كده الفرق بيننا وبين الصحابة زمان، إن الصحابة لما كان يتقال سنة يقول لك سنة، سنة يعني شيء عظيم. ابن مسعود يقول لك انها سنة نبيكم، وان تركتم سنة نبيكم ضللتم. انما احنا يقول لك ده سنة، يعني ايه؟ بالتحقير. انما هم كانوا يقولون هذه سنة بالتعظيم. هي دي القضية يا اخواني في الله، قضية ليه شتموا النبي عليه الصلاة والسلام. احنا السبب. اول حاجة يعني ذنوبنا هي السبب. احنا اعتدينا على سنة النبي قبل ما هم يعتدوا عليها، احنا اعتدينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ما هم يعتدوا عليه. النقطة الثانية، سكوتنا هو السبب. عارفين جولدا مائير لما حرقوا المسجد الاقصى في فلسطين، زعماء اليهود راحوا استخبوا في المخابئ، يعني زعماء اليهود من رعبهم من رد فعل المسلمين في الحركة ديت استخبوا في المخابئ، لانهم متوقعين انها تقوم ثورة عليهم. فلما ملقوش حاجة جولدا مائير قالت ندمت اننا لم ننسف المسجد الاقصى. قالوا لها ليه؟ قالت لهم كنا نظن ان رد فعل المسلمين سيكون اقوى من هذا، كنا فاكرين انهم يتحركوا عن كده. يبقى لما جريدة شتمت سكوتنا بقوا 100 جريدة، سكوتنا بقوا 1000 جريدة. هي دي القضية، قضية ان لما لقوا المسلمين قضية الاعتداء على النبي عليه الصلاة والسلام نفسها قضية مش حرقة دمهم في حاجة، او مش موقفة حياة المسلمين في حاجة، ساعتها محدش خلاص يا عم دوس بنزين بقى. اذا كان اصحاب القضية نفسهم الموضوع مش همهم، اذا كان اللي ده ابوه اللي بيتشتم ده ابو فلان وفلان ده مش همه، يبقى خلاص، يبقى من سيدافع عنه بعد هذا؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم اغلى عندنا من ابائنا وامهاتنا، بابينا وامنا هو حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. القضية ان سكوتنا هو السبب، ان ذنوبنا هي السبب، القضية ان ضعفنا هو السبب. يا جماعة يوشع بن نون لما جاه يغزو ويفتح فلسطين قال لا يتبعني رجل من ثلاث، رجل ملك بضع امرأة ولما يبني بها وهو ينتظر ان يبني بها، واحد كاتب كتابه وبيحب امراته جدا ومستني الدخلة، ورجل له خريفات لما تنتج وهو ينتظر ان تنتج، واحد عنده شوية بهايم حوامل ومستني انها تخلف عشان يبيع ويكسب واللبن يجري في ضروع هذه الانعام، مستني الدنيا. قال لهم اللي مستني الدنيا ما يجيش معايا، عشان كده ربنا اوقف عليهم الشمس في هذا الجهاد وربنا فتح لهم فلسطين بقدرته. يبقى القضيه قضيه احنا ضعفاء يا جماعه، احنا لسنا الرجال الذي يفتح لنا، لسنا الرجال الذين يفتح على ايدينا، مش احنا يا اخواني في الله. زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره. كما دي تفيد الحال، يعني عايزين تدخلوا فلسطين تاني، عايزين ربنا يفتح لكم المسجد الاقصى تاني كما دخله الصحابة اول مرة. كان فيهم صفات ربنا فتح لهم المسجد الاقصى بسببها. لما الصفات دي تتحقق فينا، لما الاحوال بتاعتهم تيجي في حياتنا، ساعتها ربنا يفتح لنا المسجد الاقصى تاني. القضية مش F-16 ولا اباتشي ولا مركافة ولا، القضية مش كده، القضية قضية كما دخلوه اول مرة. لما نحقق كلمة كما ديت ساعتها نشوف ربنا سبحانه وتعالى هيفتح علينا قد ايه. ليه شتموا النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا شتموه؟ لماذا تجرؤوا عليه؟ لماذا تجرؤوا على النبي صلى الله عليه وسلم وقوانين العالم كلها بتقول ان اللي يعيب في الرئيس او اللي يعيب في مراكز العليا في البلد ده بيتحاسب وبيتحاكم؟ لماذا تجرؤوا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ اشمعنى؟ لان احنا عندنا برود في العاطف بتاعتنا. الامام الغزالي رحمه الله بتلاقوا في كل المكتبات كتاب كده 4 مجلدات او 5 او 6 او 7 او 8 اسمه احياء علوم الدين حسب الطبعة. احياء علوم الدين
مين ده قصته؟ ان لما التتار دخلوا العراق وابادوا 2 مليون مسلم هناك وقتلوا الخليفة وحطوه في شوال وقعدوا يضربوه بالاحذية لحد ما قتلوه جوه الشوال وقضوا على الخلافة العباسية، فالمسلمين اللي هربوا من المجزرة القاتلة ديت للشام دخلوا في المسجد الاموي، وكان الامام الغزالي في هذا المسجد في المسجد في الوقت ده، فدخلوا قعدوا يصرخوا قتلونا ذبحونا شوونا عملوا فينا عملوا فينا. المسلمين قاموا وصرخوا وعيطوا وهو. فالامام الغزالي ظن ان المسلمين هيقوموا كلهم بقى وينطلقوا على العراق عشان يردوا على التتار. شويه لقى الراجل ده راح الدكان بتاعه، والراجل ده راح يقعد جنب عياله، والراجل ده راح يشوف مراته، والراجل ده شو مصالحه، والمسجد فاضي تاني. فقال يبقى الامه دي محتاجه تربيه من جديد، فاغلق على نفسه الباب فتره طويله تصل الى سنوات حتى الف منهج في التربيه وضعه هو منهج احياء علوم الدين. يبقى احنا محتاجين نتربى فعلا يا اخواني في الله، لان ابلغ رد عن النبي عليه الصلاه والسلام مش ان احنا نتكلم، ابلغ رد يحرق قلوبهم. اكتر واحد رد على شتم النبي عليه الصلاه والسلام في تاريخ ال 1400 سنه رد حرق قلوبهم، حد يقدر يقول لي مين؟ يقول لي ابلغ رد عن النبي على مدى 1400 سنه حد رده، حد يقدر يقول لي مين؟ ها من ابلغ رد؟ سيدنا حمزه بن عبد المطلب لما سافر وعاد فقالوا ان ابا جهل يسب محمد عليه الصلاة والسلام، من باب الغيرة والإيجابية راح فقال له أتسب محمدا وأنا على دينه؟ حمزة بن عبد المطلب كان وقتها أسلم ولا لسه كافر؟ كان وقتها لسه كافر، ولكن كان الحاجة اللي حرقت قلب أبو جهل مش إنه شتم أبو جهل، الحاجة اللي حرقت قلب أبو جهل مش إنه ضرب أبو جهل، حاجة اللي قطمت وسط أبو جهل إن قال له وأنا على دينه وأنا على سنته وأنا على طريقته. عشان كده الأمة كلها مطلوب قبل ما تفكر إنها ترد عليهم على الكفار اللي شتموا النبي عليه الصلاة والسلام، مطلوب إنها تعتذر الأول للنبي عليه الصلاة والسلام، تقدم اعتذار عمل لرسول الله، تقدم اعتذار عملي في صورة تطبيق حقيقي لسنته، في صورة يعني تقديس حقيقي لسنته عليه الصلاة والسلام. الفترة اللي فاتت السنتين اللي فاتوا يا اخوانا العلمانيين في برامج التوك شو قاتلوا من اجل ان وجاهة السنة في المجتمع تقع، من اجل ان السنة ما عادتش تبقى قائدة للمجتمع، ولا بد ان نقاتل من اجل ان يفهم المجتمع قيمة السنة وعظمة السنة، ومن اجل ان يعود الناس الى تعظيم السنة. ليه شتموا؟ ليه شتموا في النبي عليه الصلاة والسلام؟ عارفين صلاح الدين الايوبي ليلة حطين لما كان يمر على الخيام بالليل يلاقي خيمة بتقوم الليل للجنود فيقول من هنا يأتي النصر، يلاقي خيمة نايمة فيقول من هنا تأتي الهزيمة. انت سبب للنصر ولا سبب للهزيمة؟ انت سبب ان سنة النبي عليه الصلاة والسلام تعز في المجتمع، ولا انت سبب للهزيمة والعياذ بالله، وسبب ان الدين ينحسر عن المجتمع؟ ليه شتموا النبي عليه الصلاة والسلام؟ ليه تجرؤوا على النبي عليه الصلاة والسلام؟ يا اخوانا على فكرة انا عايز اقول لكم حاجة، عايز اقول لكم ان سنة النبي بتشتم في بلادنا اشد من اللي الجريدة الفرنسية وكل جرايد العالم بيعملوه. انا عايز اقول لكم ان اللي بيحصل عندنا من العلمانيين دلوقتي ليه؟ ما انتوش فاكرين قالوا على صحيح البخاري ايه؟ ما انتوش فاكرين قالوا على صحيح البخاري ايه؟ انتوا عارفين الالفاظ السوقية اللي اتقالت جهارا كده على صحيح البخاري؟ هو معلش انا لما اجمع كلمات مثلا الاديب الفلاني في كتاب، فواحد يقول الكتاب ده كل اللي فيه كلام فارغ، يبقى هو بيشتمني ولا بيشتمه؟ هو الكلام اللي في البخاري ده كلام البخاري ولا كلام محمد بن عبد الله؟ كلام محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. يبقى لما يتشتم البخاري يبقى مين اللي بيتشتم؟ محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. يبقى لما يعتدى على سنته، يبقى لما تنكر سنته، يبقى لما يعتدى على قضية السنة من الجذور، يبقى لما يشتم علماء 1300 سنة من كل اللي موجودين، من كل اللي موجودين يشتم علماء 1300 سنة في الإعلام عادي جدا ومحدش ينطق، يشتم العلماء اللي أفنوا عمرهم من أجل سنته، اللي ألفوا كتب في شروح السنة بتاعته وتحقيقها لو وضعت على الكرة الأرضية لغطت الكرة الأرضية. يبقى لما يتشتم علماء السنة يبقى ده معناه إيه؟ يبقى ده معناه إيه؟ لما أقول لك إن السنة كويسة ولكن علماء السنة دول ما بيفهموش، السنة كويسة ولكن المدافعين على السنة دول ما بيفهموش، يبقى حقيقة ده معناه إيه يا إخوانا؟ يبقى عايزين نعرف لماذا تجرؤوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إحنا بيتجرأ على النبي في ديارنا جهارا نهارا، بيتجرأ على سنته في ديارنا جهارا نهارا، ونحن بكل دم بارد وبكل هدوء بنروح
وبناكل وبنمسك السندوتش نقول ده بالكاتشب ولا بالمايونيز وده نوعه ايه. احنا يعني اخواني في الله لو كان هؤلاء هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما سكتوا. لو كانوا دول اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام لما كان علي بن ابي طالب مريض بالرمض نايم في الارض والنبي عليه الصلاه والسلام خرج في غزوه خيبر فقال علي رضي الله عنه انا اتخلف عن رسول الله، شالوه يعني رحمه شال لخيبر مع النبي عليه الصلاه والسلام، هيروح يعمل ايه؟ ما ينفعش انه يتخلف عن النبي عليه الصلاه والسلام. احنا الوقت بنتخلف عن رسول الله، نحن الان نتخلف. قال تعالى يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه يعني ايه؟ يعني لما اقول لك انت معايا ولا مش معايا، يعني انت هتصحبني ولا مش هتصحبني، هتنصرني ولا مش هتنصرني. يوم لا يخزي، يبقى اللي مع النبي عليه الصلاه والسلام في كل ازمه، في كل مره بيعتدى فيها على النبي عليه الصلاه والسلام، دول اللي ربنا مش هيخزيهم. يبقى بمفهوم المخالفه، يبقى الخزي للي شاف النبي عليه الصلاه والسلام بيشتم وسكت، يبقى ده الخزي. يبقى خاف انك على حوض النبي عليه الصلاه والسلام تأتي وتقول أغثني يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فتقول الملائكة للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول النبي سحقا سحقا، ليه يا رسول الله؟ ده كانوا بيشوفوك بتتشتم وهم كل قضيتهم الدنيا بتاعتهم، وهم كل قضيتهم المصالح بتاعتهم، وهم أحزانهم وأفراحهم مع مشاكلهم الدنيوية. إزاي يا إخواني في الله؟ هل فقدنا عواطفنا تجاه أقدس قضايا الدين؟ ولا إحنا كمان شغالين في إن المقدسات لازم تتراجع، وإن الفكر المقدس بما فيه حب النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن يراجع؟ ولا احنا خلاص مشينا في هذا الطريق؟ ولا احنا عاملين زي الدايخين مش قادرين نتبين ان هذا الدين فيه خطوط حمراء؟ يعني ايه النبي عليه الصلاة والسلام يشتم والأمة ماشية ولا كأن في حاجة، ولا كأن في حدث بيتم؟ لابد ان لم تنبعث روح الغيرة على سنة النبي عليه الصلاة والسلام وسط اهل السنة، فكيف سيتعلم الناس عظمة مقام السنة؟ عشان كده لما النبي عليه الصلاة والسلام أوذي، حمزة بن عبد المطلب لطم أبو جهل، بطحه، شقله راسه، وقال له أتسب محمدا وأنا على دينه؟ ما ينفعش حد يقرب من سيدنا محمد وأنا على دينه. علي بن أبي طالب لما لقى النبي عليه الصلاة والسلام في خطر ليلة الهجرة نام واتغطى. أنتوا عارفين مهم سيدنا علي إيه؟ اللي يفهم الموقف، مهم سيدنا علي إن سيدنا محمد خرج، والمفروض ان سيدنا محمد يكون قطع اكبر مسافة في الطريق قبل ما المشركين يعرفوا انه مش موجود. فالمفروض ان مين سيدنا علي انه يمثل انه سيدنا محمد، فهم قاعدين يراقبوا من الباب من بره ويلاقوا سيدنا محمد نايم، لحد ما خلاص بقى عما يكتشف يكون النبي عليه الصلاة والسلام قطع مسافة طويلة. طب انت متخيل لو انت نايم مكان النبي عليه الصلاة والسلام؟ يا سلام، ما اشرف ذلك المقام والله، ما اشرف ذلك المقام الذي تدفع فيه الارواح وتبذل فيه الارواح، ان ربنا يستعملك ان انت اللي تفدي النبي عليه الصلاة والسلام بحياتك. يا بختك يا علي بن ابي طالب، يا بختك يا علي بن ابي طالب ان ربنا استعمله انه يفدي النبي بروحه، انه يفدي النبي عليه الصلاة والسلام بحياته. كان متخيل ان اول ما يلاقوه هو علي بن ابي طالب هيقتلوه؟ يعني دي عملية استشهادية يا جماعة، ولكن عشان يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، عشان يدافع عن حبيب الله محمد. ابو ايوب الانصاري جالس مع النبي عليه الصلاة والسلام فلقى حاجة كده في لحية النبي، يعني اي حاجة علقت، الشاية، اي حاجة علقت، فاخذها عن لحية النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الله عنك. انت عارف لما اقولك ربنا ياخد عدوينك، انت عارف لما اقولك ربنا يصرف عنك السوء، اخذ الله عنك. فمن اراد ان يأخذ الله عنه فليأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابو قتادة لما كان في غزوة تبوك والنبي عليه الصلاة والسلام عنده 62 سنة وخارج 1500 كيلومتر على رجليه عشانك وعشانك، عشان احنا نطلع مسلمين، 62 سنة 1500 كيلومتر على رجليه في صحراء مهلكة وفي عطش قاتل، النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الطريق بالليل نام على الدب، فكان هيقع فسنده ابو قتادة، شوية نام فكان هيقع اكتر سنده ابو قتادة، لحد ما النبي عليه الصلاة والسلام استيقظ في المرة الثالثة. فلما علم ما فعله أبو قتادة، النبي كان يقع من على الدبة وهي ماشية، يعني ممكن يحصل فيها كسر، ممكن يحصل فيها إصابة، ممكن يحصل فيها موت، فقال له حفظك الله بما حفظت نبيه، زي ما حفظت علي ربنا يحفظك.
ربنا يحفظ عليك امرك، حفظك الله بما حفظت به نبيا. يبقى اللي هينافح عن النبي عليه الصلاه والسلام له اجر بمنافحته عن النبي عليه الصلاه والسلام. عشان كده لما حسان بن ثابت جه الف قصيده يدافع عن النبي عليه الصلاه والسلام، كل واحد فينا المفروض يستغل موهبته في الدفاع عن النبي. المفروض كل واحد يستغل موهبته انه يدافع عن حبيب الله عليه الصلاه والسلام. حسان بن ثابت لما جه يستغل موهبته ويالف قصيده دفاع عن النبي عليه الصلاه والسلام، فقال له النبي: لا يزال روح القدس يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله. طول ما انت بتدافع عني ربنا هيأيدك، وربنا هينصرك، وربنا هيمدك بمدد من عنده. ده احنا اللي كسبانين اخوانا. احنا لما بندافع عن النبي احنا اللي بيدفع عنا، احنا اللي بنحفظ، احنا اللي بننتصر، احنا اللي بنؤيد. لما بندافع عن حبيب الله صلى الله عليه وسلم، لما بنغير على رسول الله، يبقى ليك وش تبص في وشه يوم القيامة، يبقى ليك وش ترد حوضه يوم القيامة، يبقى ليك وش تطلب شفاعته يوم القيامة. انما البرود اللي بقى عند الامة الان، باي وجه سنلقى النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني النبي مش محتاج نصرتنا في حاجة. لما في غزوة احد النبي عليه الصلاة والسلام الجيش كله سابه، قال: من يردهم عنا ولو الجنة؟ مين يردهم عنا ولو الجنة؟ الجيش كله سابه. سعد بن ابي وقاص اول واحد رجع، بيقول: وجدته عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وعن يساره رجلان لا اعرفهما يقاتلان عنه اشد القتال. دول مين يا جماعة؟ دول جبريل وميكائيل. يعني النبي، يعني هو دي الكلمة اللي قلت لكم عليها، ان الاسلام غير المسلمين. لو المسلمين ضعفاء الاسلام مش ضعيف، لان الله ولي الاسلام، سبحان الملك، سبحان ملك الملك. فلما المسلمين كلهم سابوا النبي، ربنا ما سابوش سبحانه وتعالى. لما شتموا الدنمارك، الدنماركيين شتموا النبي عليه الصلاة والسلام، و17 جريدة أوروبية تواطؤوا مع الجريدة ونشروا نفس الرسوم قبل كده، ربنا ابتلى أوروبا وأمريكا بأزمة اقتصادية سفوا فيها التراب، أشد أزمة اقتصادية عالمية مرت بيهم. الله بينتقم لنبيه، الله سبحانه وتعالى اللي بيثأر لنبيه سبحانه وتعالى. يعني القضية قضية إن لما كل كذب النبي عليه الصلاة والسلام، ملك الجبال نزل وقال: لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين، يعني هفرمهم، هنزل الجبال عليهم تفرمهم. الله قادر أن ينتقم لرسوله، ولكن إحنا اللي لما بندافع عن النبي إحنا اللي لنا الشرف، إحنا اللي بنقرب من ربنا، إحنا اللي بنبقى جنود لربنا. فرصة يا إخواني في الله، كل نازلة من نوازل الإسلام فرصة إنك تبرهن لربنا إنك جندي من جنوده، إنك تبرهني لربنا إن أنت جندية من جنود الإسلام في الأرض. كل نازلة من نوازل الإسلام فرصة إنك أنت تطلع العواطف اللي عندك تجاه دين الله سبحانه وتعالى. كل نازلة من نوازل الإسلام فرصة إنك تبرهن لله على صدقك في إن ربنا أغلى عنك من أي شيء، وإن نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم أغلى عندك من أي شيء. عشان كده في غزوة احد لما النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يردهم عنا وله الجنة؟ هو الكلام دلوقتي ممكن يبقى بيتقال، لسان الحال يقول: من يردهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وله الجنة؟ سيدنا ابو دجانة نام فوق النبي، يعني السهام جاي على النبي بتطرى، ابو دجانة هيدافع عن ايه؟ نام فوق النبي عليه الصلاة والسلام. قال الاهل السير: حتى صار ظهره كالقنفذ، ظهره بقى مليان حراب زي القنفذ كده والشوكل على ظهره. إنه ولكن ابو طلحة رضي الله عنه وقف حط رقبته راسه قدام راس النبي عليه الصلاه والسلام، فالنبي عليه الصلاه والسلام قال: لا تصيبك السهام، يعني السهام تيجي عليك. قال: نحري دون نحرك يا رسول الله، ده انا حاطط رقبتي قدام رقبتك، عشان لو جه سهم يخترق رقبتي انا ما يجيش في رقبتك انت يا رسول الله عليه الصلاه والسلام. مشاعر يا اخواني في الله، مشاعر صادقه، ليست سير تحكى، وانما مشاعر صادقه. عشان كده الناس دي ربنا فتح العالم على ايديها، عشان كده الناس دي ربنا اعزاها في الدنيا قبل الاخره. ليه؟ لان الناس دي صدقت الله، لان الناس دي ادت حق الاسلام عليها. ليه شتموا النبي عليه الصلاه والسلام؟ لماذا شتموا النبي؟ لماذا فعلوا ما فعلوا؟ لماذا يفعلون هذا؟ عارفين ليه؟ لانهم شويه حقده، لان هم قلبهم والع على الاسلام، لان هم مش لاقيين حل مع الاسلام، لان هم قاعدين يشوهم صوره الاسلام في الاعلام الغربي بمليارات المليارات، قاعدين يشوهوا صوره الاسلام في الاعلام الغربي، ومع ذلك الاسلام بينتشر، ومع ذلك تلاقي مش عارف بنت رئيس ايه تسلم، والوزير الفلاني يسلم، ورئيس الدوله اللي حكم دوله الحكم فرنسا نفسها لمده 15 يوم في فتره من الفترات يسلم، والسفير
السفير الفلاني يسلم ومعدل الانتشار. فيلم كندي صدر بيقول لك ان معدل انتشار الاسلام في اوروبا لو استمر بهذه الطريقة في خلال 15 سنة عدد المسلمين في هولندا يبقى اكتر من 50%، وعدد المسلمين جايبينها بقى في دولة بقى تقرير مرعب. فالناس دي مرعوبة من الاسلام، الناس دي ممكن تكون مدبرة امور لمجرد انها تواجه الاسلام. المظاهرة اللي شفناها في فرنسا دي يا اخواني دي مش مظاهرة عن حرية رأي. حرية رأي مين يا ابني؟ اول حاجة قضايا حرية الرأي، يعني امريكا نفسها حقوق الانسان، منظمة العالمية لحقوق الانسان بجرمة امريكا، بل رفضوا امريكا من القضايا بتاعتهم. يعني القضايا مش قضية حقوق رأي، حقوق رأي بس، القضايا قضية ان الناس دي مرعوبة من الاسلام، الناس دي عايزة تشوه صورة الاسلام بأي طريقة، لانه ينتشر. امريكا فيها 12 مليون مسلم، 12 مليون مسلم، انت متخيل رد فعلهم تجاه هذا؟ اللي عمل الفيلم المسيء للنبي عليه الصلاة والسلام الفيلم السابق اسلم ارنولد، والفيلم بتاعه موجود وهو بيخيط في كسوة الكعبة، يعني هذا الرجل اسلم، قال انا عشت الضنك بعد ما عملت الفيلم ده، فقررت ان انا اقرأ في الاسلام اشوف الاسلام ده ايه. فلما قرأ عن الاسلام اسلم، اللي عمل ذلك الفيلم المسيء للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني فضل ومنة الله، جهود الدعاء الى الاسلام في العالم لما بنسمع نتائجها مبهرة. يا له من دين لو كان له رجال. هما بيعملوا كده ليه؟ حقدة، مش عارفين يعملوا ايه. كل يوم في بلادهم كنيسة جديدة بتتقفل ومسجد جديد بيتبنى، ما هماش عارفين يعملوا ايه، ما هماش عارفين يحجموا الاسلام ازاي. فالحل الوحيد ان هما يحاربوه بتشويه الصورة بتاعته، ان هما يحاربوه بهذه الطريقة الحاقدة. يبقى ده اعلان فشل يا اخوانا، ده اعلان فشل منهم. يعني هما جايين يشتمونا احنا، هما جايين يقولوا علينا ان احنا قتلة. ده عدد اللي اتقتلوا في التوراة بس على ايد اليهود لما جمعوهم لقوهم 1,650,000 نفس. عدد اللي اتقتلوا في التوراة على ايد اليهود لما جمعوهم لقوهم 1,650,000 نفس. ايا ما كان هذا الكلام، ده دينهم، ده الدين اللي بيتعبدوا بيه، هو ده الدين بتاعهم، هو ده الدين بتاعهم. يعني الدين الوحيد الذي لم يرفع الراية البيضاء امام العلمانية في الارض الى الان هو الاسلام. النصرانية من ساعة ما حبسوها في الكنائس بتاعتها تحت شعار شنقوا اخر ملك بقى مع اخر قصيص، النصرانية قالت لهم خرجوني تاني او سيبوني وانا ما عادش لي دعوة بحكم. اليهودية نفسها، العلمانيين اتسلموا الدولة من الحاخامات اول ما قامت الدولة في فلسطين، العالم كله رفع الراية البيضاء قدام العلمانية، العالم كله بيقول ان الحكم الا للبشر. الدين الوحيد اللي لسه بيقول ان الحكم الا لله هو الاسلام، عشان كده مرعوبين من الاسلام، عشان هو الدين الوحيد اللي لسه بيقول ان ربنا هو الحكم، وان ربنا هو اللي له الشرع، وان ربنا هو اللي يأمر وينهى، وان السيادة ليست للشعب وانما السيادة لله والسيادة لكتاب الله. الله هو السيد كما يقول ديننا، كما يقول ديننا، كما يقول منهجنا. يعني احنا اللي ديننا صعب، احنا اللي ديننا بيقتل، احنا اللي ديننا يعني ده قتلوا في القرن اللي فات بس 250 مليون بني ادم، ربع مليار بني ادم قتلوه القرن اللي فات ده بس. حرب العالمية الاولى الوحيدة 15 مليون بني ادم اتقتلوا، حرب العالمية الثانية 55 مليون بني ادم اتقتلوا، 55 مليون بني ادم اتقتلوا. ده متوحشين، ده الوحوش ما تعرفش تعمل اللي هما بيعملوه، ده الوحوش ما تعرفش تفترس اللي هما بيفترسوه. ده امريكا رمت القنبلتين على اليابان قتلت فيهم مئات الالاف من الانفس في قنبلتين اتنين. الوحوش لا تدرك اللغة التي يتعاملوا بها. حرب العالمية الثانية قال لك اللي دخل فيها من العساكر 15 مليون جندي، ازاي اتقتل فيها 55 مليون؟ قال لك 40 مليون مدني اتقتلوا، كانوا بيقصفوا اي حاجه، كانوا بيبيدوا اي حاجه. لما هم يعملوا كده يجوا يقولوا علينا احنا، احنا اللي الدين بتاعنا في دم، احنا اللي الدين بتاعنا في ارهاب. احنا امريكا نسيت لما دخلت، امريكا لما اكتشفوا الامريكا ولقوا هناك من 15 ل 100 مليون من الهنود الحمر، المؤرخين مختلفين من 15 مليون ل 100 مليون. بقى الامريكان بيعملوا مسابقات مين اللي بضربه سيف واحده يشق واحد من الهنود الحمر يقسمه نصين بضربه سيف واحده، ويعملوا مسابقات مين اللي بضربه سيف واحده يشق الجدار الامامي للبطن لواحد من الهنود الحمر يطلع امعائه بره جسمه بضربه سيف واحده. المؤرخون يقولون ان الامريكان
قتلوا من الهنود الحمر بيتراوح تعداد المؤرخين من 15 مليون وانت طالع بقى، وانت طالع من 15 مليون وانت طالع، يبقى من يعني احنا اللي الحرب الاهليه بين البروتستانت والكاثوليك في اوروبا، الحرب الاهليه اللي بين اديانهم وبعضها بس، في فرنسا اتقتل فيها 4 مليون بني ادم، في روسيا اتقتل فيها 10 مليون بني ادم، في المانيا اتقتل فيها 11 مليون بني ادم، في اسبانيا اتقتل فيها 1.5 مليون بني ادم. يبقى هما اللي جايين يقولوا علينا احنا اللي بتوع الدم، احنا اللي بتوع الدم. في نفس الفتره اللي اكتشف فيها امريكا واقاموا المذابح ضد الهنود الحمر، نفس الفتره اللي عملوا محاكم التفتيش فيها في اسبانيا ضد المسلمين، وكلنا يعلم وسائل التعذيب اللي كانت في محاكم التفتيش شكلها ايه، ووسائل الارهاب اللي كانت في محاكم التفتيش شكلها ايه. ثم ياتوا ليتكلموا معنا وياتوا ليقولوا لنا ان الاسلام دين فيه ارهاب. احنا اللي لما سمرقند اتفتحت في عهد عمر بن عبد العزيز، اهل سمرقند قدموا شكوى لعمر بن عبد العزيز نفسه، قالوا له انتم تقولون انه لابد من مهله ولا بد من انهم يعرضوا علينا العرض بتاع الاسلام امام اي بلد بتتفتح، الناس دي خدتنا بغته. عمر بن عبد العزيز حاكم الجيش والقائد بتاعه، وحكم ان الجيش يخرج من سمرقند، وحكم ان الجيش يخرج منها، وكان هذا سبب في اسلام اهل سمرقند كلهم طواعية، اهل سمرقند كلهم اسلموا طواعية بسبب هذا الموقف. احنا لما دخلوا القدس لحد دلوقتي المؤرخين بيتكلموا عن التوحش وركب الخيول بتاعتهم اللي غاصت في دماء المسلمين، 91 سنة الصلبان متعلقة على باب المسجد الاقصى، عملوا المساجد استبلات ومواشي، كانوا بيشووا الاطفال وياكلوا لحمهم، كان المسلمين جروا للمسجد الاقصى اتذبحوا كلهم، كانوا يجروا ورا الناس فوق اسطح البيوت يذبحوهم فيسيل الدم من مياسيب البيوت، كانت الدماء غاصت. لما قارن مؤرخين الغربيين نفسهم بين يوم دخول صلاح الدين الايوبي القدس ويوم دخول الصليبين القدس، قالوا لا يمكن ان يكون هناك وجه مقارنه، لا يمكن ان يكون هناك اي وجه مقارنه ما بين ذلك اليوم المليء بالتسامح وذلك اليوم المليء بالبشاعه والمليء بالتوحش. جايين يكلمونا احنا، جايين يكلموا اخواني في الله. الذي لا يدرك اعدائه انسان احمق، سيدرك حقيقة اعدائه ولكن بعد فوات الاوان. اللي بينخدع بطلاء الحضارة الذي يتسطر به الغرب والذي يخفي خلفه قادة الغرب حقد اعمى على الاسلام، يبقى ما هوش فاهم، ما هوش فاهم دينه، ما هوش فاهم الدين بتاعه بيحذروا منهم ليه. الان ونحن نراهم يشتمون الاسلام، ونحن نراهم يرسموا، يعني يا اخي ده اقل قواعد الأدمية بتقولك يا أخي إن أنا أجي على شعرك. مش هما اللي برضو اخترعوا كلمة اسمها الإتيكيت وبردون ومش بردون؟ مش هما اللي اخترعوا كده يا أخي من الإتيكيت إن أنا أجي للنبي بتاعك واشتمه؟ يعني ده دي أدمية أصلا، ده إنسان أدمية. ولكن يعني وما تخفي صدورهم، وما تخفي صدورهم اكبر. لو ما نصرناش النبي عليه الصلاه والسلام احنا الخسرانين، لو ما وقفناش مع النبي عليه الصلاه والسلام احنا الخسرانين. قال تعالى الا تنصروه فقد نصره الله، ربنا مش محتاجكم ولا النبي محتاجكم، ولا النبي والملائكه بعد ذلك ظهير، ده ربنا يقدر ينصره ملائكه السماوات السبعه. الا تنصروه فقد نصره الله. هذه الايه نزلت بعد 9 سنين من ميعاد حدوثها. الايه دي حصلت امتى؟ حصلت امتى؟ الا تنصروه فقد نصره الله في الهجرة، حصلت في الهجرة. الاية دي نازلة في تبوك، في سورة التوبة في تبوك، تبوك 9 مدنية، والهجرة كانت قبل المدينة كلها، يعني نزلت بعد 9 سنين من حدث الهجرة. كأن الله يذكر الصحابة، اوعوا تفتكروا ان انتوا لا تنصروا الاسلام، اوعوا تفتكروا ان نصرة الاسلام واقفة عليكم، الا تنصروه فقد نصره الله. انتوا بتنصروا الاسلام عشانكم، لان انتوا اللي محتاجين ان انتوا تبقوا من جند الله سبحانه وتعالى. ولكن الله لا يحتاجكم، ولكن الله لا يحتاجكم. يبقى الا تنصروه فقد نصره الله، يعني لو ما نصرناش النبي عليه الصلاة والسلام في قول الله سبحانه وتعالى واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائمة. النبي على المنبر والصحابة قاعدين وفجأة القافلة جت، الكل ماشي وطلع يجري، معنا 12 واحد فضلوا في المسجد. تخيلوا كده، شوفوا النبي عانى قد ايه، شوفوا النبي عليه الصلاه والسلام تعب قد ايه، شوفوا النبي تعب في تربيه النفوس قد ايه. عشان كده الموقف ده في اخر سوره ايه، في اخر سوره الجمعه، بعدها على طول سوره ايه،
المنافقون لا تنفقوا على من عند رسول الله. اول ما المنافقين بيشوفوا الامه منصرفه عن النبي بيطمعوا في هدم الدين. اول ما المنافقون بيشوفوا جماهير الامه تركوا النبي صلى الله عليه وسلم قائمه، تركوه وجروا على الدنيا زي ما بيحصل دلوقتي، بيبداوا يطمعوا ان هم يهدوا الدين. انما لما بيشوفوا الامه مجتمعه حوالين النبي صلى الله عليه وسلم بيبقى اليوم يأس الذين كفروا من دينكم، بيأسوا تمام الياس وتركوك قائمه. هو ده الوضع الوقت. الناس سايبة النبي عليه الصلاة والسلام، الناس سايبة السنة، الناس اهل الالتزام نفسه ملتزمين وملتزمات، سايبين السنة لا يدافعوا عنها، سايبين سنة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام لا يدافعوا عنها. طب والنتيجة؟ وتركوك قائمة. في التفسير بيقول لك كلمة خطيرة جدا، بيقول لك والله لو خرجوا جميعا، لو كان الأمة كلها سابت النبي ساعتها وخرجت، والله لو خرجوا جميعا لاشتعل عليهم الوادي نارا. كان ربنا ولع فيهم، كان ربنا ولع فيهم بالقافلة اللي جت، كان ربنا ولع فيهم بالدنيا اللي صرفوا بسببها عن النبي صلى الله عليه وسلم، لاشتعل عليهم الوادي نارا. ده تهديد مفتوح يا اخوانا. لو احنا الوقت تركنا النبي صلى الله عليه وسلم لا تأمن ان تشتعل الدنيا علينا نارا، لا تأمن. ماذا لو خذلنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ صدمة النبي عليه الصلاة والسلام تاني، صدمة النبي عليه الصلاة والسلام في اللي خذلوه أشد من صدمة النبي في اللي شتموه. اللي شتموا كافر، ولكن اللي خذلوه هي دي المصيبة. المصيبة مش ان النبي بيشتم بلاد الكفر، ان النبي بيشتم في الاعلام بتاعنا ليل نهار، ان سنة النبي عليه الصلاة والسلام بيتجرأ عليها ليل نهار في الاعلام بتاعنا، في التوك شو بتاعنا. والمسلمون وتركوك قائمة، والعوام وتركوك قائمة، والعوام غافلون، والعوام غافلون. يعني كأن يعني لا نخاف من قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. الآية دي كانت ليلة الهجرة لما عملوا اجتماع عشان يقتلوا النبي أو يحبسوه، يعملوا فيه إيه؟ وخدوا قرار بقتله. ربنا نزل الآية دي مش في الهجرة، نزلها بعد غزوة بدر، يعني بعد سنتين من الهجرة. نزل الحدث بتاع ليلة الهجرة بعد سنتين، كأن ربنا بيقول لأهل الدين ما تخافوش من أهل الباطل. افتكروا كانوا عايزين يعملوا إيه في محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام؟ طب وبعد وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. يعني هم عايزين يقتلوه وهو ليس في قلبه إلا الرحمة عليهم، وهو ليس في قلبه إلا الخوف عليهم. ما تحبوش ازاي؟ هم مش عارفين هو مين محمد بن عبد الله عندنا. ما تحبوش ازاي عليه الصلاة والسلام وفي آخر لحظة قبل ما يموت وروحه تغرغر في صدره وهو يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم؟ هي الصلاة؟ هو النبي بيوصي مين؟ بيوصينا على ايه؟ على الصلاة. هي الصلاة دي عشان ولا عشاننا؟ ده عشان احنا ننجو من عذاب الله. وهو بيموت وخايف عليك عليه الصلاة والسلام، وقبل ما يموت يقول وددنا ان رأينا اخواننا اولسنا اخوانا؟ قال لا، ده اخوانه اللي هو احنا يا جماعة الذين امنا به ولم نره عليه الصلاة والسلام. النبي كان نفسه يشوفنا قبل ما يموت، النبي كان نفسه يشوفك قبل ما يموت عليه الصلاة والسلام. يبقى ازاي يعني نفرط في هذا؟ ازاي نفرط في اكتر انسان ضحى في حياته كلها عشانك انت؟ سيدنا محمد المشركين حاولوا يقتلوه في صحن الكعبة، المنافقين حاولوا يقتلوه في تبوك، اليهود حاولوا يقتلوه مرتين، مرة في بني النضير ومرة في خيبر الشاه المسمومة، الاعراب حاولوا يقتلوه لما الرجل رفع السيف وقال من يمنعك مني. النبي عليه الصلاة والسلام كان مهدد بالقتل كل يوم، ولكن كان تضحية عشان انت تطلع مسلم، عشان احنا ننجو من عذاب الله. حبيب الله عليه الصلاة والسلام اللي كان في وسط الجهاد ده وكله يرجع بيته ما يلاقيش غير شوية خل، يقول لزوجته نعمل إدام الخل، نعمل إدام الخل، ويغمس عيش بخل وهو عايش في جهاد. عشان كده لما جه يموت عليه الصلاة والسلام كانت صحته خلاص. سيدة عائشة بتقول صلى جالسا بعدما حطمه الناس، كان جسمه تحطم صحيا عليه الصلاة والسلام، كان ما بيقدرش يصلي قيام الليل واقف. وهو رايح يطبق في غرفة السيدة عائشة كان اتنين صحابة شايلينه ورجليه بتزحف في الارض، رجليه اللي جاهد بيها عشانك وعشانك رجليه ما عادتش قادرة تشيله عليه الصلاة والسلام، رجليه بقت بتزحف بتجرجرها وهم شايلين النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يستطيع ان يخطو بقدميه.
اخر 3 سنين الام ذبحه صدريه، هذا اوان انقطاع ابري. يعني النبي عليه الصلاه والسلام بعد كل الجهاد الرهيب ده كان اتحطم صحيا عليه الصلاه والسلام، وهو بيموت بعد كل التحطم الصحي ده يقول الصلاه الصلاه وما ملكت ايمانكم. واحنا نيجي الوقت لما يعتدى عليه نفرط، لما يعتدى عليه ما ندافعش عنه عليه الصلاه والسلام، وهو يجاهد من اجلنا ويجاهد ويتجرح وينزف دم في غزوة احد، ويجاهد ويربط على بطنه الحجر 3 ايام من غير طعام في الخندق، ويجاهد ويقذف بالحجارة في الطائف حتى ادموا قدميه، ويجاهد ويقذف بالحجارة في منى في عام الحزن حتى ادميت ساقيه وقدميه، ويجاهد عليه الصلاة والسلام. وفي وسط الجهاد ده كله بنت رقية تموت يوم نصر بدر، راجع فرحان بنصر بدر يلاقي بنت رقية دفنها عثمان بن عفان، بعد كده يتجوز ام كلثوم تموت، سيدة زينب تيجي تهاجر له بعد الهجرة من مكة، هبار بن الاسود يطعن الدبة بتاعتها تسقط تجهد وتصب بجراح تظل 6 سنين فيها لحد ما تموت بسببها في المدينة المنورة، 6 سنين وبنته بتتألم قدامه لحد ما ماتت بهذه الجراح، جراح الضبن يعني الالام المزمنة او الجراح المزمنة رضي الله عنها، ويموت كل بناته، والبنت الوحيدة اللي تفضل السيدة فاطمة يبشر بموتها قبل ما يموت عليه الصلاة والسلام. يجيله ابن ذكر في آخر حياته، وأول ما يبقى بيجي في إيده المسجد يموت هو كمان، ومفيش ولا يوم توقف عن الدعوة وسط كل هذه الألام، ومفيش ولا يوم توقف على إنه يكافح من أجل نصر الدين ربنا وإنقاذنا من النار رغم هذه الألام. أحفاده يموتوا، مش بس بناته وأولاده، كلهم. زوجته الحبيبة أحب واحدة حبها في الدنيا خديجة تموت متأثرة بالجوع. تخيل واحد شايف مراته حبيبته 3 سنين بتاكل ورق الشجر، 3 سنوات تاكل ورق الشجر وهو يرى هذا ويكافح في الدعوة إلى الله ولا يتوقف عنها أبدا. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عبادي الذين اصطفى. اللهم صل على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد. كنا بنتكلم يا إخواني النبي عليه الصلاة والسلام هم مش عارفين بيشتموا مين، هم مش عارفين من هو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، وهو بيموت يقول نفسه أنه يشوفك ويشوفك في القبر، إن سلمت عليه يرد عليك السلام، يعني يدعو لك بالسلامة من كل مكروه في قبره. يوم القيامة تلاقيه تحت العرش بيسجد لله ويثني عليه عشان يشفع لينا، تلاقيه على باب الجنة بيفتحها رغم أنه مش محتاج أنه ينتظرك عليه الصلاة والسلام عشان يفتحها لأمته، تلاقيه على الحوض بيسقي واحد واحد من أمته عليه الصلاة والسلام. النبي في الدنيا تعب عشاننا 23 سنة، ولكن يوم القيامة 50,000 سنة تعب عشاني وعشانك وعشانك. النبي عليه الصلاة والسلام شوف صورة واحدة بس بتعرف هؤلاء الموتورين من هو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. قال تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن أعطاناك الإيه؟ الكوثر. ربنا بيفرح قلب النبي، بيقول له افرح يا محمد، افرح يا اللي استحملت الأذى عشاني، أنا هديك الكوثر. هو إيه الكوثر ده يا رب؟ الكوثر ده نهر هتسقي منه أمتك يوم القيامة، نهر هتستضيف عليه أمتك في الجنة. يعني لما ربنا فرحه فرحه بحاجة عشان أمته، لما ربنا سبحانه وتعالى قال له ولا سوف يعطيك ربك فترضى فرحه أنه سيرضيه في أمته، لما ربنا بشره أنه سيحفظ أمته. يعني النبي عليه الصلاة والسلام فرحته أنه يشوفك فرحان، فرحته أنه يشوفك مؤمنة بالله، فرحته أنه يشوف الأمة ماشية على طريق ربنا. ربنا يبقى الانسان ده بيحبك قد ايه، يبقى القلب ده بيحبك قد ايه، يبقى القلب ده ان اعطيناك الكوثر. الكوثر ده يوم القيامه الامه كلها ملفوفه حوالين النبي عليه الصلاه والسلام بتشرب من ايديه، يبقى في الاخره والامه كلها حواليه. والعلماء بعضهم قال ان يعني ان الكوثر ان الرسول قال عدد ان ياتيك النجوم، قال لك النجوم دول هم علماء الامه، علماء الامه، فقال لك ان النبي حواليه ملايين من علماء الامه يوم القيامة. يعني كأن ربنا بيقول للغرب وبيقول للكفار، بيقولوا انتوا بتتكلموا عن مين؟ انتوا عارفين انتوا بتتكلموا عن مين؟ ده
العلماء بس في امته ملايين. بعد كده فصل لربك وانحر شكل العيد الكبير، والنبي عليه الصلاه والسلام خرج من مصلى العيد والامه حواليه بتعبد ربنا سبحانه وتعالى. يبقى الايه الاولانيه ملايين علماء الامه، والايه الثانيه ملايين عباد الامه. انتوا مين بقى عند شانك هو الابتر؟ انتوا مين؟ انتوا ذكركم هيفضل قد ايه في الدنيا؟ انتوا مين اللي بيتكلم على محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام؟ تعرفين انتوا بتتكلموا عن مين؟ انتوا عارفين من هو محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام؟ احنا الخسرانين لو ما نصرناش النبي يا جماعه. تركيا دوله اسلاميه لما اهين فيها المصحف وسكتوا حصل فيها زلزال في 4 ثواني قتل 40,000. دوله اسلاميه، موضوع مش قضيه دوله اسلاميه وخلاص. الموضوع باكستان دوله اسلاميه، ولكن لما امريكا وظفتهم انهم يحاصروا دوله افغانستان الاسلاميه جنبهم ويمنعوا عنها في هذا الحصار، ربنا ابتلاهم بزلزال شرد منهم ما جرد من اعدادها الى منهم. مش قضية انك انت مسلم يبقى ترفع عنك انك تنصر دينك، مش قضية انك انت مسلم يبقى انت ما انتش فرض عليك والا تعاقب في الدنيا قبل الاخرة لو انت ما وقفتش جنب دينك، لو انت ما دفعتش عن حرمات الدين بتاعك، لو انت ما دفعتش عن نصرة الدين بتاعك. الذين يشتمون حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي سيرد عنهم هو الله. احنا لا نملك قوة عسكرية ان احنا نرد على الغرب يا جماعة، احنا لا نملك قوة اعلامية ان احنا نرد على هذه الجيوش الجرارة من الاعلام الغرب يا اخواننا. يعني رغم ان علماء الامة اجمعوا ان من شتم النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقتل، علماء الامة اجمعوا اجماع، يعني اجماع يعني دليل من الادلة الاربعة قرآن سنة قياس اجماع، يعني من انكره فيعني حكمه في الدين. انتوا عارفين منكر الاجماع، اجماع ان من سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل. ولكن هي القضية قضية مصالح ومفاسد بقى، قضية هل المصلحة تقتدي ان دلوقتي تتعامل ولا لا تقتدي؟ قال لك احنا دلوقتي ضعفاء والموضوع بيجيب مفسدة اكتر والنبي عليه الصلاة والسلام ممكن يشتم اكتر، ولكن هنفضل لحد امتى كده؟ القضية قضية امتى هيبقى فيه رجالة ترد؟ النبي عليه الصلاة والسلام فضل 13 سنة في مكة يشتم ويتألف قصايد فيه، النبي رد امتى؟ في المدينة لما بقى معاه رجالة عليه الصلاة والسلام. امتى هتتربى بقى؟ امتى هتنصر دينك بقى؟ امتى هيبقى في رجالة بحق وهيدافع عن الدين بقى؟ امتى هيبقى عندنا قوة اعلامية بحق وهينرد عليها؟ مش ربنا قال واعدوا لهم ما استطعتم من قوة؟ الله كلف كل مسلم ان يكون قويا، الله كلفك ما دمت مسلما فلا بد ان تكون قويا. انما القضية ان ده احنا حتى ما تعبناش نفسنا ان احنا نعمل اعلام، ده احنا حتى ما تعبناش نفسنا ان احنا نعمل اعلام للتيار الاسلامي يصل بصوت. لما كلمتكم دلوقتي عن التوحش بتاع من يحاربون الاسلام وعن التسامح بتاع الاسلام، ده احنا ما عندناش اعلام نقول للناس بيه حقيقة ديننا يا اخوانا، ده احنا مفرطين حتى النخاع، ده احنا مقصرين حتى النخاع. يعني لو النبي عليه الصلاة والسلام الوقت جه واراد ان يبايعنا واراد ان يبايعك هتبايعوا على ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما بايع الانصار بايعهم على ان تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وابنائكم. تبايع النبي على ايه؟ اركان بايعة العقبة الخمسة، تبايع النبي على ايه منها؟ النبي عليه الصلاة والسلام بايعهم على 5 اركان، قال لهم مقابل ان انا اقبلكم جنود معايا في جيش نصرة الاسلام، مقابل ان يقبلك جندي معاه، مقابل انك تقبل بس، ده دي الاختبارات العسكرية بتاعت الكلية العسكرية المحمدية، ده دي شروط الالتحاق بالكلية العسكرية المحمدية. النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم مقابل ان انا اقبلكم جنود وتكونوا في الجنة مقابل 5 حاجات، 1 على السمع والطاعة في المنشط والمكره، في المنشط والمكره يعني ما فيش حاجة اسمها نفسيات، يعني ما فيش حاجة اسمها ان الواحد يتنفسن على دينه، اصل ماليش نفس، اصل ماليش مزاج، اصل انا مش عارف، ما مش قادر ان انا اعمل الموضوع ده، لا، عند نصر الدين ربنا على السمع والطاعة في المنشط والمكره. على السمع، سمع ايه؟ كم واحد من شباب الأمة الوقت بيسمع دروس دينية؟ ده اول كلمة السمع، اول كلمة انك تدي ودنك للدين. الأمة الوقت مديها دينها للعلمانيين، قاعدين يغتالوا في ايمانهم وقاعدين يسمموا في عقائدهم، اول حاجة النبي بايع عليها انك تدي ودانك للقرآن والسنة، انك تعظم السنة وتدي ودانك ليها، انك انت تسمع
الدين من اهل الدين على السمع والطاعة في المنشط والمكره. مفيش حاجة اسمها نفسنا مع الدين في المنشط والمكره. في المنشط والمكره يعني وانت نشيط وانت مش قادر. الدين دين، مفيش حاجة اسمها ان انا هصلي انما ساعة النوازل مش هقف مع الدين، مفيش حاجة اسمها الكلام ده. الدين دين، هتشيله كله يا هتسيبه كله. الدين دين. وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى النفقة انك تصرف على الدين. امال الدين يتصرف عليه ازاي؟ امال الدعوة الى الله توصل للناس ازاي؟ امال الورقة زي الورقة اللي بنوزعها الوقت ديت مش محتاجة فلوس عشان تتعمل؟ مش محتاجة فلوس. مين اللي يدفع ان ما دفعناش حتى من لحمنا ودمنا على النفقة في العسر واليسر؟ اللي بتنفق عليه في العسر واليسر هو اهلك، هو اولادك، هو مراتك. مفيش حاجة اسمها معايش يبقى مش هتأكل عيالك، هتتصرف حتى لو هتشحت. يبقى الدين يبقى عامل زي عيالك، الدين يبقى عاطفتك تجاهه زي عاطفتك تجاه ولادك بالظبط. وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما مفيش حاجة اسمها انك تنتمي للدين وانت ما عندكش عاطفة تجاه الدين. اللي بيحصل الوقت ده يا جماعة فضيحة في الانتماء، والله العظيم اللي بيحصل الوقت ده فضيحة في الانتماء، فضيحة في انتماء الأمة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فضيحة ان قضية الاعتداء على النبي صلى الله عليه وسلم تبرد في القلوب لهذه الدرجة، ان قضية تعظيم مقام السنة تبرد في القلوب لهذه الدرجة. احنا مستنين منهم ان هم يدافعوا عن شرعنا. اذا كنا احنا منحيين شرعنا، اذا كنا احنا ما بنطبقش شرعنا، اذا كنا احنا سايبين اعلامنا يسخر من شرعنا، هم لا يطبقوا شرعنا. وعلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. انك انت لازم تدافع على دينك. لو كل فاس اتضربت في بناء الدين سبتها يبقى خلاص دينك هيضيع. امريكا كانت خطتها لهدم مصر، قالك 1000 جرح صغير في الجسد تكفي لهدمه. انك انت لو جسم قاعد ينزف نقطة دم بنقطة دم في الاخر هيموت. كل منكر جرح صغير في جسد الاسلام. وعلى ان تقوموا لله لا تخافون في الله لومة لائم. ان تقوموا لله يعني ايه؟ يعني اللي احنا فيه ده، يعني ساعة النوازل تقول لبيك يا الله، يعني ساعة النوازل تقول سمعنا وأطعنا. يعني ان الدين بيتعرض لطوارئ، بيتعرض لنوازل، بيتعرض لاعتداءات على ثوابته ومقدساته. الى الان انا مذهول من رد فعل الاخوة الملتزمين والملتزمات تجاه قضية الدعوة الى الله. ان لحد دلوقتي الكل عنده الدعوة ان هو يطلع يدي درس، انه يطلع يدي كلمة في مسجد. ان لحد دلوقتي ذلك الطيار رافض انه ينزل للناس يكلمهم عن ربنا، رافض الدعوة الفردية، رافض انه يفوت على اصحابه في بيوتهم يكلمهم عن ربنا، انها تتصل بصحباتها تدعوهم الى الله. لحد دلوقتي اكبر فكرتين في الدعوة الميدانية التيار بتاعنا رافضهم، فكرة الدعوة الفردية وفكرة الجولات. فكرة انك تروح لاصحابك كلهم تكلمهم عن الله، لا تخجل ولا تخف الا لو ما تلائم. وفكرة انك تروح حتى للي انت مش عارفهم وتكلمهم عن الله. دي الدعوة الفردية ودي الجولات، دول الدعوة الميدانية. لحد الوقت الطيار بتاعنا مفيش فيه دعوة ميدانية، افراد. ده في اخ بيشغل في الدعوة، انما فكر الدعوة مش فكر عموم الصف. لحد الوقت العقول لسه ملوفة بوسائل تغيير ليست على منهج سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لحد الوقت لسه مش عايزين نتعب عشان ديننا ونكدح عشان ديننا. كل واحد فينا بيشتغل من اول ما بيصحى لحد ما بينام داير في ساقية، ما عندوش دقيقة انه يفكر. وتقول له فوت بس على واحد كلمه عن ربنا، امتى وازاي؟ خلاص خليك، انت حر، انت حر. ولكن انت لا تدرك اللي ربنا هيدولك في الدنيا قبل الاخرة لو اشتغلت في الدعوة الى الله. لا تدرك قيمة من سيعمل في الدعوة الى الله عند الله. انت اللي محروم، انت اللي خسران، انت اللي لم تصطفى لان تتكلم عن الله سبحانه وتعالى. لحد دلوقتي لا يزال الملتزمين والملتزمات رافضين لقضية ان في حاجة اسمها الدعوة غير ان هو يبقى شيخ الناس تقعد تاخد لمسة وتاخد لحسة ويطلع على المنبر. هو ده الصورة اللي الناس عايزاها، هي دي الصورة اللي الكل نفسه فيها، اللي نفسه يشتغل في الدعوة نفسه فيها. انما صورة اللي لابس العفريتة الزرقاء ونازل يسف التراب عشان اسم الله يذكر هنا وهنا وهنا، لسه مفيش حد راضي يقبل الصورة دي. لسه مفيش حد راضي يقبل انه يكافح عشان دين ربنا ينتشر، انه يدخل في كل شارع وفي كل حارة عشان دين ربنا يوصل للناس.
عايزين صور بشواتي. مثلنا يعني اخشى ان يكون مثلنا كمن يقول لا تنفروا في الحر. احنا عايزين دين مكيف، عايزين دعوة مكيفة، عايزين وسائل مكيفة لنصر الدين الله. وعلى ان تقوموا لله لا تخافون في الله لومة لائم، ان لما الدين يتعرض للخطر لازم تقوم. كونوا قوامين لله. خمسة يبقى واحد على ايه؟ ها رقم واحد على ايه؟ على السمع وطاف ايه؟ في المنشط والمكره. اتنين وعلى ها قول، وعلى النفقة في الايه؟ في العسر واليسر. تلاتة وعلى، وعلى ايه؟ اللي ورا يقول وعلى ايه؟ ها الرجالة اللي ورا مش معانا ولا ايه؟ وعلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. اربعة. قال لا هو مش ارهاب ده ولا ايه؟ امر بالمعروف والنهي عن المنكر كده وش. اربعة ها. وعلى ان تقوموا لله لا تخافون في الله لومة لائم. خمسة. وعلى ان تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وابناءكم. ان لما نتعرض لخطر، لما حبيب الله يعتدى عليه، كأن مراتك وولادك واحد داخل يقتلهم في بيتك، يبقى كأن اولادك ومراتك بيعتدى عليهم بالظبط. شوف الانسان بيغضب لبيته. هو ده الدين يا اخوانا. والله العظيم الاكتشاف اللي انا نفسي نكتشفه في الدرس اللي هو مع بعض، ان هو ده الدين. ان اللي مش دينه كده ده مش اسمه ملتزم. امال ده اسمه ايه؟ حقيق. اللي ده مش دينه اسمه حقيق. اللي مش فاهم ان ده الدين اللي قام به الاسلام في الارض قبل كده، يبقى ده اخوانا ده عايش في وهم الالتزام، مش عايش في حقيقة الالتزام. هو ده الدين، هو ده اللي النبي عليه الصلاة والسلام شرطه على الانصار عشان يقبل ان هو يروح لهم. ولهم الشرف ولهم الفخر ان النبي قبلهم مادام قبلوا هذه الشروط. نحن الذين ننال الشرف حينما ننصر دين الله، وحينما ننضم الى قافلة العاملين لدين الله. النبي عليه الصلاة والسلام اللي بيشتموه يعني الله سيرد عنهم. اللي شتموا النبي عليه الصلاة والسلام في مكة وقعدوا 13 سنة يشتموا فيه، في الاخر عقبة بن ابي معيط جثته تعفنت قبل ما يرموها في القليب. وابو جهل ابن مسعود جثم على صدره وقتله في غزوة بدر، ومات ويتحصر على الهزيمة المنكرة التي رآها بعينه قبل ان يموت. ابو جهل فرعون هذه الامة. وفي النهاية ربنا قال عليهم هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. اللي اعتدوا على النبي وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام اول ما ماتوا جلدهم نفسه ولع عليهم نار. قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود. يبقى الحميم بيصهرهم من جوه والنار لازقه على جلدهم من بره، فالجلد محط بنار من بره ومن جوه. ولهم مقامع من حديد، مقامع من حديد من نار يضربوا بها فتشتعل عليهم سجونهم في جهنم نار والعياذ بالله. كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم، الغم هو عدم القدرة على التنفس، يعني بيعذبوا بالمنع من النفس في جهنم والعياذ بالله. كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم اعيدوا فيها، زي ما كانوا جثمين على انفاس اهل الحق، زي ما كانوا رعبين اهل الحق ومخليينهم قطعين النفس من الالهام اللي هم فيه، زي ما عذبوا اهل الحق. كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم اعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. زي ما حاولوا ان هم يعني يشعلوا قلوب الشباب بالشهوات، زي ما حاولوا ان هم يشعلوا نار حوالين الاسلام والعاملين لدين الله، النهاردة وذوقوا عذاب الحريق. الله يدافع عن دينه، ولكن القضية اين نحن يا جماعة؟ عشان كده النهاردة احنا يعني ورقة بسيطة جدا اللي قال صليت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم اليوم. الورقة دي يعني اخواننا اللي وزعوها، انا يعني زعلان ان هم وزعوها قبل ما اقول لهم ليه، يعني لسه ما توزعتش على الرجالة صح؟ توزع عليكم الوقت باذن الله سبحانه وتعالى، ولكن احنا زودنا فيها بس شعار تحتها سيهلك الساخرون وسيبقى محمد. ده الشعار بتاعنا الوقت، سيهلك. مش هما بيتريقوا كل دول هيهلكوا؟ ان شانئك هو الابتر، كل دول هيهلكوا. وربنا قال شانئ، الشن لما تراجعوا في كتب اللغة الشن ان انا اكرهك لدرجة اني مش قادر اسمع اسمك، اني مش قادر اشوفك وابص في وشك.
شوفوا حقدهم على النبي وصل لدرجة ايه عليه الصلاة والسلام. ان شانك والابتر كل دول هيروحوا ويهلكوا، سيهلك الساخرون وسيبقى محمد. كاتبين حملة سيهلك الساخرون وسيبقى محمد؟ شارك معنا وشاركوا معنا على الصفحة الرسمية بتاعتنا على الفيسبوك. انا كتبت الصفحة الرسمية ليه؟ حد عارف كتبتها ليه؟ عشان اقول يا جماعة انا عامل الورقة دي، فيا جماعية كذا لو سمحت اعملوا ورقة واكتبهم شاركونا في الحملة على الصفحة بتاعتنا، ولو سمحت يا جهة كذا اعملوا ورقة واكتبوا شاركونا في الصفحة بتاعت كذا، ولو سمحتوا يا جماعة المطلوب من كل واحد مننا ان يجيب اخره في نصرة النبي عليه الصلاة والسلام. القضية مش قضية ورقة، قضية ان اللي ياخد الورقة ديت يصورها 10 20 30 40 نسخة ومش يوزعها، يلزقها على العربيات على المحلات. لازم يكون، طب هتوزع عليك الوقت دي ورقة تانية دي بتاعتك دي نسختها ربنا يحفظك، وتصورها وتلزقها في كل مكان لو تقدر، يعني تبقى دي شغلتك يا اخوانا. ما ينفعش ان الموضوع يبقى بارد الانفاس في التعامل مع النبي عليه الصلاة والسلام. اللي منكم عنده موقع نت، اللي منكم عنده جمعية خيرية، اللي منكم عنده اي جمعية لتحفيظ الاطفال القرآن، اللي منكم عنده اي جهة دينية لها نشاط اجتماعي خيري او يا اخوانا لو سمحتم الكل لازم يعمل حملات ولازم ينشر على قد ما يقدر قضية نصرة النبي عليه الصلاة والسلام. نقدر نعمل ايه؟ للأسف الشديد اللي نقدر نعمله هو يعني مش هيبقى كتير، ولكن ابلغ رد نرد بيه عليهم هو رد مين؟ ابلغ رد مين؟ حمزة بن عبد المطلب. اتسبون محمدا ونحن على سنته؟ قضية ان احنا نفسنا نلتزم، اعظم اعتذار نعتذر به الى النبي عليه الصلاة والسلام اعتذار عملي، اعتذار في شكل التزام بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. عايزين نقوم في المجتمع بتاعنا الاول قضية السنة، عايزين ننشر في كل وسيلة نقدر ننشر فيها قضية السنة، نفوق الناس ونقول لهم ان جرايد العالم الوقت نشرة الرسوم المسيئة للنبي عليه الصلاة والسلام، لان لما نشرتها جريدة سكوتنا وهيفضلوا ينشروا، وهيفضل في افلام مسيئة للنبي عليه الصلاة والسلام تطلع كل يوم، والناس يبقى لها 1400 سنة ما ببطلش يا جماعة الا لما بتشوف للدين رجالة بيدافعوا عن الدين بحقه حقيقي، واقفين للدين بحقه حقيقي. انما اذا كان لو رحت كلمت واحد يعني امريكي نزل وعاكس مسلمة في شوارعنا هيقول لك اذا كان المسلم ماشي عاكس المسلمة في الشارع انت عايزني انا اللي مش معاكو اصلا ولا انا تبع دينكم، انت عايزني انا اللي حافظ على حرمات انتوا نفسكوا انت اكتوها في دينكم. عايزين نشيل مسؤولية مواجهة العلمانية في مصر، نشيل مسؤولية مواجهة التيار العلماني في مصر، مواجهة مجرمي التوك شو وهم يحاربون سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسممون عقائد الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحفظوا الحديث ده كويس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس في الفتن، خير الناس في الفتن رجل آخذ بعنان فرسه خلف أعداء الله يخيفهم ويخيفونه. أين الآن الذين يكافحون في معارك الدعوة إلى الله، في معارك إنك أنت تبقى راجل، إنك أنت تبني رجالة؟ عايزين نشتغل يا جماعة، عايزين ننشر قضية الدين، عايزين ننصر قضية الدين، عايزين رد عمل يا أخوانا، عايزين ننشر قضية السنة في المجتمع. النهاردة الورش سواء في الرجال أو في النساء إن شاء الله بإذن الله هتبقى عن قضية نصرة النبي عليه الصلاة والسلام. اللي عنده فكرة يقترحها، اللي عايزين ينزلوا جولة يبقى معهم ورق زي ده، ورق عن النبي، سي دي درس عن النبي عليه الصلاة والسلام عندنا على الصفحة اللي هي الصفحة الرسمية للدكتور حازم شومان على الصفحة. بننزل حملة الوقت بإذن الله سبحانه وتعالى، وبنعمل مقاطع برضو بإذن الله سبحانه وتعالى للدعاء إلى الله في الحاجات اللي فيها دفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام، الحاجات اللي ممكن احنا نحاول ننشرها، نحاول نسمعها ونقول منها للناس بحيث ان احنا نتكلم يا اخوان، نتكلم يعني البكم الدعوي الذي أصابنا ده نكسره ونتكلم عن حبيب الله عشان ربنا سبحانه وتعالى ينصرنا. يعني طبعا يعني الورقة زي ما قلنا تتوزع عليكم دلوقتي، كل واحد هياخدها بتمنها، تمنها تصورها 10 مرات على الاقل وتلزقها في كل مكان تستطيع ان تصل اليه. وكل واحد فينا له جهة دينية، له جهة جمعية معينة، موقع نت معين، يعني يجب ان نحذو حذو هذا الامر كلنا، ان يبقى فكر مجتمع مش فكر افراد، مش في درس عامل ورقة، كل المجتمع بيدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام على
كل مجال نستطيع أن نصل إليه. رؤساء الأمة وحكام الأمة طبعا ستندمون، سنحاجكم أمام الله سبحانه وتعالى. مش أنتوا اللي هتحاجونا لو الفكر المقدس ما تغيرش والنصوص المقدسة ما تغيرتش، إحنا اللي هنحاجكم أمام الله لو السلطة اللي ربنا اداها لكم ما سخرتش من أجل نصرة النبي عليه الصلاة والسلام ومن أجل الدفاع عن رمز الأمة حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله بإذن الله يعني زي ما قلت لكم يا اخواني الورش النهارده وزع الورق بقى دلوقتي، الناس اللي لسه ما وزعتش الورقه توزع الورقه دلوقتي ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله الورش الليله عن نصره النبي صلى الله عليه وسلم سواء عند الرجال او عند النساء، اللي عنده فكره يقولها، اللي عنده فكره ان الورشه تنزل جوله في يوم من الاسبوع ياخد الورشه بتاعته وينزلوا يتكلموا عن النبي ويدفعوا عن النبي. ولكن اكبر مصيبه ان يعدي الحدث ده وانت لا تعذر الى الله باي شيء فيه. اللهم اعذرنا في عدم نصرتنا لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اعنا على نصرته، اللهم اعنا على نصرته، اللهم احينا على سنته وامتنا على ملته واحشرنا في زمرته، اللهم اعنا على نصرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.